غازة الأعصاب أسلحة كيميائية فتاكة، فهي بالغة السمية. فهذه المواد الفوسفورية العضوية التي تشبه بعض مبيدات الآفات تهاجم الجهاز العصبي بتدميرها أنزيماً يتحكم بنبضات الخلايا العصبية. إثر ذلك تموت الضحية اختناقاً أو بسكتة قلبية. وغالباً ما تتميز هذه الغازات بسرعة تأثيرها، في حين لا يتطلب تطويرها سوى تقنيات كيميائية بسيطة ومركبات متوفرة ومتاحة بسهولة. غاز السارين وفي إكس هما الأشهر من بينها. وتختلف آثار غازات الأعصاب باختلاف الجرعة وطريقة دخولها إلى الجسم، إن عبر استنشاقها أو عبر ملامستها للبشرة. وقد تنتشر غازات الأعصاب أيضاً بملامسة ثياب ملوثة أو ابتلاع سوائل أو مأكولات ملوثة. أما أعراضها فكثيرة، ونذكر الاختلاجات العضلية والتشنجات وانقباض حدقة العين وحريق في العيون وسيلان الأنف وصعوبة في التنفس وصداع وهلوسة وتعرق وإسهال، وفي الحالات الحادة فشل الجهاز التنفسي وتوقف القلب. تجدر الإشارة إلى أن جرعة صغيرة جداً من VX لا تتعدى الميليغرامات الخمسة قادرة على قتل شخص بالغ في بضع دقائق بمجرد ملامستها البشرة.